يعني عندي عمل حاليا احدى القنوات يعني خان الذهب الجزء الثاني. الجزء الثاني دان صوره خان الذهب هو امتداد لحقب قديمه احنا كلها معادن مناطق البغداديه اللي معادننا ذهب. طبعا معادننا ذهب طبعاً. ذهب تراثنا ذهب حقيقه هذه وكلها هاي يجمعها خان الخان هو العراق طبعا يعني دي كل شيء العراق العظيم يا رب شفنا هو نجاحه حقيقه ومحبه الناس لهذا العمل.